حول الموضوع عندهم لنا مباشرة عبر سكايب من مدينة بون الألمانية الأستاذ جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أستاذ جاسم مساء الخير، أهلا بك معنا من جديد في استوديو الآن. إذا كما تابعت معنا من خلال التقرير السابق، داعش بصدد تطوير منصة اجتماعية خاصة به بعيدا عن أعين الاستخبارات بسرية تامة يمكن لأفراده التواصل. يعني قبل أن نتحدث عن أبعاد ذلك وعن مخاطر ذلك، يعني في البداية هل داعش لديه كل هذه القدرات التقنية الخبرات لربما إنتاج وصنع وتطوير منصة خاصة به وفضاء إنترنت خاص به؟ نعم، يعني ما يميز تنظيم داعش بأنه يبحث عن الاختصاصات في كل المجالات، سواء كان في مجال الأسلحة وكذلك في مجال القتال وكذلك في مجال المعلومات وأيضا على السايبر والإنترنت والسوشيال ميديا. فلذلك هو يقدم عقود عمل ويقدم دعوات أيضا إلى يعني الخبراء المختصين. فلذلك نجد أنه أيضا موضوع تنوع الجنسيات وعولمة هذا التنظيم ساعدت هذا التنظيم بالحصول على خبرات من مختلف العالم، مما يعني مكن من إيجاد شبكة من التواصل في يعني في عديد من الخبرات. فإذا أتفق مع حضرتك أنه هو بالفعل لديه هذه الخبرات، لكن بالتأكيد هو يحتاج المكان والدعم أيضا التمويل. نعم. طيب، استخدام داعش لجانب المدلة من الانترنت او ما يطلق عليه بالدارك ويب بعيدا عن كل المراقبات، يعني ما الخطورة التي يمكن ان يمثلها ذلك؟ الخطورة أنه هذه الشبكة هي تعتبر تهديد إلى الأمن القومي للدول، وغير مستبعد بأن تقف وراء هذه الشبكة المظلمة ربما حكومات وربما أجهزة استخبارات أو ربما منظمات سرية تهدف من عندها أنه زعزعة الأمن في الدول، يعني من خلال غسيل الأموال، حركة الأشخاص وكذلك حركة السلاح. وما يجري في أوروبا ربما واحدة من هذه الأهداف هو زعزعة أمن الدول أوروبا من خلال إدخال السلاح، كون أنه بعض العمليات التي تم تنفيذها في أوروبا ومن ضمنها في ألمانيا خلال عام 2016 التحقيقات كشفت بأنها اشترت السلاح من خلال الشبكة الديب ويب أو الدارك ويب. نعم. طيب، هل بذلك يمكن لداعش يعني أن يتملص بشكل كامل من الاستخبارات؟ أليست هناك أي طريقة استخباراتية يمكن عبرها السيطرة على هذه المنصة المرتقبة؟ نعم، يمكن التخلص من المتابعة كون أنه الإنترنت لا تعلن الهوية ولا تعلن الآي بي لهذه المستخدمين، أنه هنالك أنظمة مثل ما متوفرة نظام تور الذي كانت تستخدمه البحرية الأمريكية وبدأت هذه الجماعات تستخدمه يعني تكون آمنة. فلذلك هذه الشبكة المظلمة هي تعتبر آمنة للجماعات المتطرفة كونها تحمي الآي بي وتحمي من التعقب وحتى يمكن تبادل المعلومات المشفرة حتى عبر الأجهزة. طيب، فإذا هي شبكة آمنة. نعم. طيب، الحرب الإلكترونية واستخدام هذه الشبكة واستخدام التكنولوجيا والإنترنت في الهجمات الإرهابية ومن قبل تنظيم كتنظيم داعش، نظرا ربما لسرعة انتشار ذلك عبر الإنترنت وأيضا لربما توفر الإنترنت بشكل كبير وبسهولة توفره في يد الجميع، هذا يعتبر خطير جدا. أليست هناك ربما من طريقة للسيطرة على ذلك أو للسيطرة على أي ربما هجمات يمكن أن تنتشر أو أن يتم تنفيذها عبر الإنترنت أو المعلومات التي يمكن أن يتم تناقلها وانتشارها عبر هذا الويب؟ هذا يعتمد على إمكانيات أجهزة الاستخبارات ومن ضمنها وكالة ناسا في إيجاد يعني أنظمة معلومات أو برمجيات في اختراق هذه الشبكة، وربما نجحت بعض الشيء عندما الولايات المتحدة أو المكتب الفيدرالي الاتحادي في الولايات المتحدة استطاع في ملاحقة بعض الأشخاص الهامين أو الفاعلين داخل هذه الشبكة عندما يكون هنالك تهديد مباشر إلى أمنها القومي. فإذا تعتمد على إمكانية الدولة في إيجاد برمجيات لفك شفرة هذه
هذه الشبكة. نعم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا، الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من بون.